بالشكل ده. شفنا لاعب شاب من المدافعين افتكر اللي ليهم مستقبل واعد ودخل يمكن في القائمه في الفتره اللي فاتت كتير، محمد شكري. هل يقدر فايلر انه يعتمد عليه في الفتره اللي جايه بشكل اكبر؟ لا في افريقيا لا، لو لعب في الماتشات خلينا نتكلم في لا أفريقيا. لازم يلعب لازم اديله يا كابتن، لكن ان انا احط ناشئ في بدايه المشوار او انه يلعب في بطوله افريقيا فتبقى صعبه بشكل كبير جدا. لعيب لازم ياخد حساسيه الماتشات، يعني هو حتى هو مش موجود في افريقيا لكن هو المفروض اعتمد للسنه الجايه بقى ان انا ابقى خلاص انا خلطت الدوري يا كابتن، عندي الماتشات اللي جايه، بس انت عندك برضه ماتشات النادي الاهلي ممكن يعملها بروفا لماتش الوداد، لكن انا شايف ان الفتره دي مستر فايرل يعتمد على اللعيبه اللي ما بتلعبش او يجهز اللعيبه اللي مع الفكر ده. طبعا طبعا مع الفكر ده في يعني زي قلت قبل كده انت عارف في اوروبا الماتشات الكاس بيبقى بيلعبوا بالصف الثاني والثالث يا كابتن. تفتكر ان احنا مثلا انا بجيب احمد محمد الشناوي مثلا، تفتكر ممكن يبقى علي لطفي؟ طبعا لسه مش موجود. طبعا في مصطفى شبير، لو علي لطفي يلعب في مصطفى شبير ندفع بولد صغير يبقى عربي بدري مثلا في نص الملعب نديله نبدا نبص، ولا الناس هتزعل لو لا قدر الله حصل حاجه مثلا ماتش الترسانه يقول لك لا اصل دي كمان بطوله؟ يعني خلي بالك يعني هتوزنها ازاي؟ لا كابتن مع احترامي للترسانه نادي كبير، لكن طبعًا انت النهارده نادي الترسانه بيلعب دور 16 وفرقه كويسه وفرقه محترمه، لكن لعيب النادي الاهلي جعان، اللعيب اللي ما بيلعبش عاوز يثبت وجوده، خصوصا انت في نهايه الموسم اللعيبه عاوزه تثبت وجودها، ما تعرفش مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد، فاعتقد ان هم هيبقوا كويسين وهيأدوا بشكل كبير جدا، خصوصا يا كابتن الناشئين، الناشئين عايزه تاخد فرصه، يعني نفسها احنا كمان نفسنا طبيعي. نشوف نفسنا ان احنا نشوف لعيبه تطلع تاني من النادي الاهلي شاربين البطوله او واخدين مبادئ النادي الاهلي ان انت بتلعب على بطوله، لكن هو عايز يوصل للعيبه اللي جنبه، يعني مثلا لما لعيب ناشئ يلاقي كابتن احمد فتحي جنبه، يلاقي علي معلول جنبه، فطبعا بيسنده بشكل كبير جدا، فتلاقي الناشئ بيأدي بشكل كويس، فاعتقد ان الفتره دي كابتن ان اللعيبه الناشئين تاخد فرصتها، وده برضو راي الجهاز الفني، لكن احنا بنتكلم كراينا ان الفتره دي ان اللعيبه الناشئين ياخدوا فرصتهم بشكل كبير.